this. السلام ومرحبا بكم الناس الكل، شرفتونا، فرحانين برشا بوجودكم معنا اليوم في حفل اختتام الموسم الرياضي 2022. معاكم ياسين سندس الليلة، فرحان برشا بوجودي معاكم، وخاصة فرحان برشا بالليجون اللي موجودين لهنا، اللي فما حاجة كومين بيناتهم الكل، واللي هي الجيمينج والغرام هذايا الكبير برشا اللي ماشي وياخو في أمبلور كبيرة برشا في بلادنا. يعطيكم الصحة الناس الكل، تصفيقة كبيرة عليكم انتوما ديجا بكومونسي، محليكم اول حاجه شباب، باش ندخل شويه في المود، باش نبداو شويه موسيقى ندخلوا بها بالكدي في المود، ولذا مع بعضنا الناس الكل تصفيق على جروب The Lovers. Let's go. Thank you.
يعطيكم ألف تجب هذايا ميكرو لا تيست سي بون يعطيكم برافو توا يا جماعه باش نستقبلوا مجموعه من المسؤولين اللي بالحق سي غراس او ليفينمون كيما هكا يصير ولذا نبداو مع بعضنا نقدموا سي ماهر ساروري رئيس الجامعه تصفيقه كبيره على سي ماهر سي مراد الجراد مدير الهيكل الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه مرحبا بك سي مراد السيد علي البنزرتي رئيس الجامعه التونسيه لكره السله وعضو المكتب التنفيذي باللجنه الوطنيه الاولمبيه مرحبا السيد منذر حسن عضو جامعي والسيدة غادة بن حمودة أيضا عضوة جامعية نستقبلوها مع بعضنا ناس الكل on stage توا يا جماعة باش نخليكم على كلمة الافتتاح من طرف سي ماهر السارولي بطبيعة الحال ليتس جو تفضل سي ماهر مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكافة الحضور مرحبا سي مراد جراد من وزارة الشباب والرياضة نرحبوا بالأستاذ سي علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة اللي كنا في شراكة الموسم هذايا مرحبا بالسادة الحضور الكل من اللاعبين من الجمعيات الرياضية إن شاء الله اليوم باش يكون ثاني موسم رياضي باش يتم الاحتفاء بأبطال تونس في ثاني موسم رياضي الحقيقة قدمنا شوية بارابور الموسم اللي تعدى على مستوى التنظيم وعلى مستوى المسابقات وإن شاء الله كل موسم يكون خير من اللي قبله إن شاء الله بالنسبة للسنة إن شاء الله صارت 11 مسابقة في 7 اختصاصات رياضية إن شاء الله باش نتعرفوا عليهم من بعد هو جوست حبيت نقول راهو الاختصاصات الرياضية هو الجمعيات الرياضية هي صاحبة القرار في هذا يعني اللاعبين اللي ديما يتسائلوا كيفاش خاطر عندنا برشا اختصاصات ديما اللاعبين اللي يتسائلوا على الاختصاصات راهو لازم ينضويوا تحت الأندية الرياضية حتى نتمكن من انه يكون فما عدد ممكن من اللاعبين والجمعيات باش ننظموا فيها تظاهرات رياضية ان شاء الله نقطة أخيرة قبل ما باش ما نطولش عليكم بالنسبة لل برمي البرامج المكتب الجامعي أبار المسابقات الوطنية اللي هي أهم حاجة إنه باش تكبر القاعدة بالنسبة لجميع الاختصاصات حاولنا في عدة برامج أبرزها يعني هو تسوية وضعية الانخراط في عدة هياكل دولية على غرار الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية يعني أبارتير من جون في 2022 يعني عضو في الاتحاد الدولي وعضو مؤسس نعرف هو الحكاية طويلة ما ندخلوش في التفاصيل لكن أبارتير من 2022 موجودين في الاتحاد الدولي في الاتحاد الافريقي في الاتحاد العربي بالنسبة للإي اي فما برشا جواريات لهنا في الفيفا وتعرفوا يعني الموضوع كومبليكي شوية لكن سعينا من أول ما جينا وصارت جلسة يعني مع الجامعة التونسية لكرة القدم وعبروا عن تجاوبهم وإن شاء الله القادم خير إن شاء الله نستقبلوا مع بعضنا سبوت في المرحلة الأولى من التتويجات شكرا شكرا سي ماهر باسمي انا نصور باسم الجوريات الكل نقولوا لي اون افي انديد الموسم هذا كان فيه برشا بلوس بارابور الموسم الاول وان شاء الله كل عام ديما يتقدم انا اصلا كان نذكر احنا كي بدينا الايسبور 20 سنه التالي قرابه كنا نلعبوا في سي 5.6 وحدنا كنا نحلموا انهم يتكرموا كيما هكا جوريات وتكون فما جامعه وانه اليوم هذا كل موجود يعطيها الصحه الجامعه وتبليه تصفيقه على الايسبور في تونس دونك نواصلوا ونكرموا اون افي اللاعبين المتميزين اللي عندنا دونك باش نبداو بالفيفا برو كلوب ديسيبلين تاع الفيفا برو كلوب 11 ضد 11 دونك هذوما بيان سور جوائز فرديه عاش بنتي دونك نبداو بافضل حارس مرمى محمد امين بابا من الكي بي ار محمد امين تو
وراسلوا اللقب افضل خط دفاع. دونك عندنا ثلاثه، محمد البوبيدي من الكي بي ار، اللي من بعده عندنا ادم الشويربي من الكي بي ار، واخيرا عندنا انيس العزابي من تازا. موجود انيس العزابي تازا تنجني سبورت اسوسيشن. باه نتعداو اي باه يجي معزز فيقسي يقبل باسمه من تازا. معزز فيقسي مبروك للتازة، تعداو اللقب اللي من بعده أفضل خط وسط ميدان كالعادة. مازلنا في الفيفا برو كلوب 11 ضد 11. دونك نبداو بخميس بن شلبي من الكي بي ار. مازلنا في افضل خط وسط ميدان، حسان بالعمار من الكي بي ار. نواصلوا في افضل خط وسط ميدان، وائل الغديري ترجي الرياضي التونسي. موجود؟ مازلنا في افضل خط وسط ميدان، امين بن عدة من نادي الرياضي الحمل الف. نواصلوا في فرد في افضل خط وسط ميدان، مؤمن بالحي من الكي بي ار. زلنا في افضل خط وسط ميدان، فارس الجيمي من ملعب التونسي. وينو فارس؟ افضل خط وسط ميدان، سليم بابو من تازا. نواصلوا مع اللقب الموالي، افضل خط هجوم. مازلنا في الفيفا برو كلوب 11 في جوائز فرديه. دونك افضل خط هجوم، اللقب الاول يعود لعبد الحميد التلاتلي من النادي الرياضي الحمل الف. دونك تاخذوا باسمو. اوكي دونك نواصلوا خط، مازلنا زاده في افضل خط هجوم، سيف الدين الدريدي من الترجي الرياضي التونسي. مرحبا سيف. واخر لاعب متوج باسم افضل خط هجوم، محمد بدر من الكي بي ار.
مازلنا كالعاده مازلنا في الديسيبلين نتاعنا، مازلنا في الفيفا برو كلوب. توا مشوا للقب افضل ممرر اللي هو حمزه بن ابراهيم من الملعب التونسي. لقب افضل لاعب لشهر ابريل وائل الغديري من الترجي الرياضي التونسي. أفضل لاعب لشهر ماي هو حبيب العابد الترجي الرياضي التونسي. أفضل لاعب لشهر جوان سليم بابو تيزا. مع صاحب زوز القاب، صاحب زوز القاب كبار دونك هداف الموسم وصاحب الكرة الذهبية محمد بدر من الكيبيار. مواصلين مع الفيفا اما توا في ال 1 اون 1 واحد ضد واحد لاعب ضد لاعب. دونك عندنا البوديوم لهنا في المركز الثالث، عندنا النادي الرياضي الحمل الف ايهاب مشاله. المركز الثاني الترجي الرياضي التونسي حبيب العابد. المركز الأول في الفيفا 1v1 الملعب التونسي اسكندر الشايبي. We'll be right back.
غاديو البطوله المؤليه بطوله ديسيبلين الاي فوتبول 1 في 1. دونك عندنا البوديوم كالعاده توب 3. نبداو بالمركز الثالث، الجمعية التونسية للبنك العربي بتونس مكي الغربي. المركز الثاني للبطوله الوطنيه مسابقه الاي فوتبول 1 في 1 ترجع للنادي الافريقي ايوب والناسي. المركز الأول بلاس فيرست بلايس، فيرست بلايس ترجي الرياضي التونسي أشرف الترودي. الفيفا برو كلوب ناتورالمون 11 في 11 البطولة الوطنية في الفيفا برو كلوب. دونك توا عندنا في المركز الثالث ترجي الرياضي التونسي. في البطولة الوطنية في مسابقة فيفا برو كلوب 11 ضد 11 الجمعية الثانية المركز الثاني عند التازة. المركز الاول للمركز الاول فما سبويل المركز الاول هما الكي بي ار.
مازلنا مع الفيفا برو كلوب 11 في 11 تو باش نعطيو الكاس كاس تونس في الفيفا برو كلوب. دونك عندنا الثاني والاول، نبداو بالثاني. المركز الثاني عند الملعب التونسي. مواصلين مع كأس تونس في الفيفا برو كلوب 11 ضد 11، المرتبة الأولى للكي بي آر. كاس السوبر في مسابقة الفيفا برو كلوب 11 ضد 11، عن ناتشورالمون المرتبة الأولى كهو. اللهم صل على النبي وتبارك الله على الكي بي آر. يعطيكم الصحة شباب، نصلي على النبي على جوهراتنا، يعطيها الصحة الجامعة في تكريمهم. ومازال مواصلين، مازال عندنا برشا تكريم تاع جوهرات في ديسيبلين أخرين مع ياسين سندس. ثانك يو برو، يعطيكم الصحة شباب، فريمون سافي بليزير كنا نشوفوكم تاخذوا في دي تروفي وتاخذوا في الريكوجنيشن اللي تستحقوها سورتو. توا مازال عندنا 5 بطولات مع بعضنا، باش نبداو أولا بالبطولة الوطنية في مسابقة الـ NBA بالاشتراك مع الجامعة التونسية لكرة السلة. باهي يا سيدك بسيدك، نبداو شباب في المركز الثاني، الملعب التونسي. Thank you.
برافو شباب، يعطيكم الصحة. نتعديو توا للمركز الأول، المنزه الرياضي. برافو برافو برافو. برافو يا جماعة، يعطيكم الصحة. وتوا جوست نحب نخليكم مع كلمة عند سيمير. تفضل. في البداية نحب نجدد شكري للسي علي البنزرتي والجامعة التونسية لكرة السلة، اللي نعرفوا نحن الرياضات الإلكترونية مش كيما أي اختصاص، فما اختصاصات كيما كرة السلة ولا كرة قدم ترجع بالنظر للاتحاد الدولي للاختصاص. يعني كي نسقنا مع الاتحاد كرة السلة على الصعيد الوطني كان فما تجاوب من الجامعة المعنية، ونشكرهم بالمناسبة، وإن شاء الله تكون في مناسبات قادمة، وفما مسابقات حتى إفريقية ومسابقات دولية تحت إشراف الفيبا بالتنسيق بيانسير مع الجامعة التونسية لكرة السلة، وتحت إشراف سي محمود ديماسي رئيس الرابطة الوطنية لرياضة كرة السلة الإلكترونية اللي نحيوه بالمناسبة. عسلامتكم. أولا تشكراتي للجامعة الحقيقة للألعاب الإلكترونية. الجامعة كما قولوا عندها عامين من اللي تكونت، قاعدة تقوم بعمل كبير، تنسيق كبير، سي با فاسيل باش تنسق بين الجمعيات هذوما الكل. دونك بور فو فيليسيتاسيون، برافو عليكم، يعطيكم الصحة. مي فو با كو سو او ديتريمون سو دي ترافاي دي زيتيد ولا فامي، سا سي تري امبورتون، فو كي هناك ان اكيليبر فاميليال. حاجة ثانية نقول الاتحاد الدولي لكرة السلة قاعد يعمل كل ما في وسعه باش تولي اللعبة هذه لعبة أولمبية. لي تون تران دو تو فير توا ديرنييرمون 2000 آخر ألعاب أولمبية دخلت لعبة كرة السلة 3-3. إن شاء الله في أقرب وقت تدخل اللعبة هذه الإلكترونية، فهمتني، مش كان كرة السلة بركة، تدخل الألعاب الأولمبية. نوتر شانس سي كو لو فيس بريزيدون دو كوميتي أولمبيك سي لو سيكريتير جينيرال دي فيبا موند. Donc, on a dit à l'Alfie. Donc, moi, je vous encourage. Je félicite encore le soutien du ministère. L'Arkéka Femme a fait un mec bien en avant le Mactab al Jam et l'Arab électronique. On a dit à l'Arab Jam et le Koulika. On a dit à l'Arab Jam et le Koulika. On a dit à l'Arab Jam et le Koulika. On a dit à l'Arab Jam et le Koulika. On a dit à l'Arab Jam et le Koulika. On a dit à l'Arab Jam et le Koulika. On a شكرا سعلي. بالمناسبة بخصوص نتعمق شوية بركة في الجامعة التونسية لكرة القدم والفيفا، اللي نعرفوا أهم تظاهرة دولية لكرة القدم الإلكترونية هي تشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتم هذا بترخيص من الجامعة التونسية لكرة القدم. الحقيقة في الأسبوع الأول من شهر أوت جلسنا مع الدكتور وديع الجري رئيس الجامعة، اللي عبر عن تجاوبه وكل الدعم. يعني قال للجامعة بما أنه مكتب منتخب، إن شاء الله تبقت البروسيدير، نحن في متابعة مع إدارة الجامعة وإن شاء الله نوصلوا الحل باش نمكنوا عدة يعني كفاءات في المجال هذية باش تتنافس على الصعيد الدولي في أكبر بطولة دولية. بعدين نحب نستقبل مع بعضنا مدام مريم العكرمي
الرئيس المدير العام لشركة توب نت اللي كانت سند للجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية على مستوى الاستشهار. وبالمناسبة حابين نشكروهم أمس انتظمت يعني أكبر تظاهرة يعني في الحضورية في اختصاص ليج أوف ليجاندز وفالورانت، وكانوا يعني حاضرين معنا بكل الإمكانيات. تورجوا الكلمة للسي ياسين صندس، تفضل ياسين. شكرا سي ماهر، يعطيك الصحة. توا شباب باش نتعداو للبطولة الجاية اللي هي البطولة الوطنية في مسابقة تيكن. تيكن اللي من أول الدنيا تسمى ديسيبلين كبيرة برشا في تونس، واللي باي ذا واي فما شكون متأهل باش يمشي يشرفنا في بطولة العالم بالي 2022. دونك تصفيقة كبيرة عليهم ديجا بكومونسي، يعطيكم الصحة. نستقبلوا معانا في المركز الثالث جي ان جي شاهين التركي. شاهين وينو شاهين؟ سافر. فما حد شكون يحب ياخذ تروفي في بلاصتو؟ فما شكون يتفضل معانا سورسين اللي باش ياخذ تروفي في بلاصتو؟ يتفضل معانا سورسين. ميرسي بوكو، تحيه كبيره لشاهين، يعطيك الصحه على المرتبه الثالثه. في المركز الثاني تيم ماجستي عبد الحميد الحسقي، تفضل معنا اون ستيج. برافو برافو برافو. في المركز الأول يا جماعة من ترجي رياضي تونسي يسري شمس الدين بولعابة. برافو. سافر زادة. أوكي، فما شكون ياخد تروفي في بلاستو؟ شكون ياخد تروفي في عود يسري؟ باركر. أوكي، تصفيقة كبيرة على باركر بالله. برافو. باركر يعطيك الصحة، ماهو شو. يعطيكم الصحة جماعة التكين، برافو برافو برافو. نواصلوا توا للبطولة اللي بعد، البطولة الوطنية في مسابقة توتا 2 اللي زاد كيف كيف مؤهل. فما شكون باش يمشي يشرفنا في بطولة العالم بالي 2022؟ في المركز الثالث يا جماعة نرحبوا مع بعضنا بالنادي الإفريقي. في المركز الثاني شباب نرحبوا مع بعضنا بالجمعية التونسية للبنك العربي بتونس. وينهم الشباب؟ لا ما مش موجودين. فما شكون؟ كيما بتاخو كيما فما شكون باش يسلم الجائزة في عود؟ اوكي مرحبا بيك. واخيرا يا جماعه في المركز الاول يعطيهم الصحه، برافو كبير للجمعيه التونسيه للرياضات الالكترونيه تيزا اون ستيج يا جماعه.
برافو تشامبيونز، يعطيكم الصحة، مرحبا بكم اون ستيج. تصفيق كبير عليهم مرة أخرى، برافو تشامبيون. البطولة الجاية شباب جوي مسكرها ديجا فالورنت بلات 2 الحمد لله، وعلى قريب إن شاء الله تلقوني معاكم ناخذ في التروفي إن شاء الله. نرحبوا مع بعضنا بالمركز الثالث إيجلز تيم. مرحبا، ما مش موجودين، شكون يتسلم في عوضهم؟ حتى حد، نجمو خليهم ميداليات. نتعديو للمركز الثاني يا جماعة، نرحبوا مع بعضنا اون ستيج تيم كبسة. المركز الاول يا جماعه نرحبوا مع بعضنا الناس الكل، هزوا الملمه اللي فما كي بي ار. شباب بلي تصويره معايا تعملوا مزيان واخيرا يا جماعه نتعداو للبطوله الوطنيه في مسابقه ليج اوف ليجندز. في المركز الثالث يا جماعة نرحبوا مع بعضنا on stage SPL Gaming. موجودين؟ مرحبا يا شباب.
برافو، يعطيكم الصحة يا جماعة. في المركز الثاني سامحونا تعبناكم شباب، ربي كي بي آر. يعطيكم الصحة شباب. ليج اوف ليجندز توب 1 المركز الأول، ذا وان اند اونلي جي ان جي. برافو يا جماعة، فيرست بليس، مرحبا بكم معنا اون ستيج. مرحبا يا جماعة، برافو، فيري جود جوب، كيب اب ذا جود ورك. مازال الجو وتوا باش نواصلوا مع سبوت. ليتس جو برو. ثانكس برو، ثانك يو ياسين. ومازلنا مواصلين دونك لازم نكونوا كلنا فاقدين الساعة، بعلم انه عندنا منتخب وطني تحصل على البطولة الإفريقية في الفيفا برو كلوب. دونك مبروك المنتخب الوطني، عيطوا لهم بواحد بواحد. حمزة بن إبراهيم. جعفر المنوشي. إسلام بن سعيدان. وائل الغديري. مهدي اللومي. مؤمن بالحي. مالك مسعودي. خالد بن خليفة. اسكندر الشايبي. حبيب العابد. إلياس بن شعبان. سيف الدين الدريدي. أمين بن عدة. وأخيرا إيهاب مشالة. تصفيق على المنتخب، منتخب التونسي الفائز باللقب نتاع بطولة إفريقيا.
دونك باش يواصل الايسبور القدام وتقدم السين ايسبورتي تونس لازم يتم امضاء شركه شركات اتفاقيات نتاع شركات. دونك باش يتم امضاء اتفاق شراكه ما بين جامعه تونسيه للرياضات الالكترونيه ومؤسسه تونس الرقميه. ناخذ كلمة مع سي حسن ممثل مؤسسة تونس الرقمية. سي حسن. شكرا. تونسي لوميريك تونس الرقمية إن شاء الله تكون سند مع الرياضة الإلكترونية. نحب نقول لكم جملة برك. الرياضة الإلكترونية هي المستقبل. دونك يعطيكم الصحة وبرافو للفيديراسيون. اللاعبين المترشحين لبطوله العالم بالي 2020 جيو بحذنا اللاعبين المترشحين. وين هم المترشحين؟ جيو بحذنا. اللاعبين دودا دو نتاع كيمان عام الله يجوا بحذنا هم المترشحين. موجودين خرجوا عم جيو يلا بحذنا. هيا كيمان هيا كيمان هيا
دونك نواصلوا مع الديريكتيس جينيرال نتاع تبنات مدام ريم العكرمي. عسلامتكم الناس الكل، انا فرحانه اليوم اللي انا بيناتكم، والحقيقه من هرت اللي جاوا جماعه بحذانا انو زون سوليسيتي بور ان بارتناريا باش نشجعوا الرياضه الالكترونيه، لبينا طلب وبالعكس لبيناه خاطر نعرفوا الرياضه الالكترونيه مهمه ياسر، ونحبوا نعاونوا الشباب نتاعنا ونحبوا ناثروه ونحبوا نعاونوه باش في الاخر نحكيوا على العالميه، مانيش نحكيوا على الوطنيه كهو، نحكيوا على العالميه. وتوبنيت معاكم يظهر لي النهارين اللي عديتوهم عديتوهم اكسترا افيك لا فيبر اوبتيك افيك توبنيت، وان شاء الله مع بعضنا نقدموا نمشيوا للعالميه كما كنت اقول. يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه مدام ريم، ميرسي بوكو، يعطيها الصحه توبنيت اللي خلت هذا كله ممكن. به نواصل في تكريم ضيوف الجامعه، نبداو بسيد مراد جراد، مريد مدير الهياكل الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه. مراد، مرحبا بكم الناس الكل، خاصه اليوم فرحانين برشا احنا كوزاره الشباب والرياضه انه شفنا الفروي نتاع الرياضه هذه، اللي عندنا ناس مترشحين كوب دو موند، عندنا كيب ناسيونال هز شامبيون دافريك، شيء فرح شيء شرف. احنا وزاره الشباب والرياضه ديما في العمل وشراكه مع الجامعه، ايدينا مفتوحه على الناس الكل، وان شاء الله ديما متالقين، وان شاء الله ديما نشوفكم ديما على البوديوم ان شاء الله. بارك الله فيكم. نواصلوا في تكريم ضيوف الجامعة مع علي بن زرتي، رئيس جامعة كرة السلة. مرحبا بكم encore. Donc la fédération tunisienne va allouer الجامعة الرياضة الإلكترونية كل عام 20 مليون. كما قاعدين نعطيو لي ليغ، اون لا كونسيدير لا ليغ فامي دو جيز الكترونيك، اون فا فوز الوي 20000 دينار بارون. فينير أمبوتي، نكملوا بكلمة الاختتام الحفل مع رئيس الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية سي ماهر الساروي. مشكور ياسين صندوس ومحمد صفوت، ما نطولش عليكم برشا، إن شاء الله مبروك لكافة المتوجين، وإن شاء الله كل سنة من حسن لأحسن في الرياضات الإلكترونية، وإن شاء الله في مناسبات ما أهم على الصعيد الوطني والدولي إن شاء الله. شكراً. شكرا سيمير، يعطيك الصحة. شباب، جيمينج از هيوج ريسبونسابيلتي، سي ديسيبلين، كبشوا فيها غرامكم ينجم يوصلكم البلاصة، دونك فرحان برشا اللي كنت متواجد معاكم، وخاصة متشرف اني شفتكم وخذيتوا الريكوجنيشن اللي تستحقوها. ميرسي بوكو، ان شاء الله استمتعتوا. سبوت، كمل لنا انت يا خويا. ميرسي بوكو ياسين. نذكركم اليوم مازال عندنا من بعد وصلة موسيقية مع ذا لوفرز، دونك مازال عندنا برشا جو، مازال عندنا شو، مازلنا مكملين، واكيد كما كان يقول ياسين، دونك راهو توا اكبر اندستري في الانترتينمنت كل هي الجيمينج، ومن الجيمينج بارتي كبيره هي الايسبور، مع الايسبور تابع اكبر اندستري في الانترتينمنت كل، دونك تصفيق على الايسبور. نواصلوا مع ذا لافرز، نواصلوا مع ذا لافرز، ليتس جو. ميرسي بوكو شباب.
مازال عندنا ذا لوفرز، مازال عندنا شو ميوزيكال مع ذا لوفرز. كان تحبوا تحضروا مرحبا يقعدوا. شباب مازالش نكملوا نسمعوا، كان تحبوا هكا شويه ذا لوفرز شويه موسيقى وبعد كان نخرجوا مع بعضنا الناس الكل. انا مروحين جوي. الو ارواحوا شباب، فما سكينات بلاش اللي يقعد يتفرج في شاي. Dum 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 dum.